مرحبا فيكم ببرنامج سيستم. الهلال الأحمر التركي يطلق دورات تركي خاصة بالمهنة والعمل. تعالوا مع بعض لنتعرف على التفاصيل أكثر. أطلق الهلال الأحمر التركي برنامج جديد لتطوير سبل العيش من خلال دورات لغة تركية خاصة بالمهنة والعمل، حيث سيتلقى الأشخاص المشاركون دروساً في اللغة التركية لمساعدتهم في معرفة المصطلحات التركية الخاصة بالعمل الذي يقومون به، وسيحصلون على شهادة توما. وهدف هذا العمل إدخال المستفيدين في سوق العمل عن طريق إعطائهم دورات لغة تركية مهنية حسب قطاعات العمل اللي بيهتموا فيها. أما عن الشروط، فشروط الدورة رح تكون عن طريق تطبيق زوم، يعني رح تكون عن طريق الانترنت، ويشترط أن يكون الطالب على الأقل قد أتم مرحلة الآبير باللغة التركية، وأن يكون عمره يتراوح بين 18 والخمسين سنة، وستكون الدروس بين 3 والخمسة أيام في الأسبوع، وسيطلب من الطلاب تحقيق دوام نظامي ولو كان عن طريق الانترنت. 80% يجب أن يحقق نسبة دوام، فيما سيحصل الطالب في نهاية الدورة على شهادة تومر ذات اعتراف دولي للطلاب الذين أتموا الدورة بنجاح. التسجيل رح يكون على الرابط اللي رح تشوفوه في التعليقات وعلى كل معرفات حلب اليوم الرسمية. أما عن الولايات اللي رح يطبق فيها هذا المشروع فهي أنقرة، إزمير، بورصة، مرعش، قيصري، هطاي، كلس، عنتاب، أورفا، ماردين، اسطنبول. طبعا باسطنبول في مركزين، في مركز بسلطان بيلي، في مركز بمنطقة بارجلال، لازم نختار أثناء التسجيل أي مركز بدنا، مرسين، قونيا، أضنة. الملاحظة الأخيرة واللي هي كتير مهمة إنه التسجيل إلكترونيا، فكتير أخوة ممكن يروحوا على المركز لهونيك. هلأ لازم نقول إنه بالمراكز حاليا مراكز الهلال ما في حدا، يعني في شخص مناوب عم يرد على العالم بسبب أزمة كورونا، فالتسجيل حصرا إلكتروني، وحتى إذا رحتوا على المركز لهونيك ما رح حدا يستقبلكم لأنه تسجيل إلكتروني وليس بالمركز. برجع أكد على الفكرة حتى ما حدا يروح على المراكز اللي عم أقولها. والتسجيل حصرا لازم يكون من الناس اللي عايشين بهاي الولايات اللي ذكرتها. فبرجع أكد الفكرة مرة تانية، التسجيل إلكتروني حصرا على الرابط اللي رح تشوفوه على معرفات حلب اليوم الرسمية ببرنامج سيستم. السلام عليكم.